إيمانا نؤمن أن يسوع هو إنسان حق وإله حق، هذا هو إيمان. ولا يجب علينا أن نلغي إحدى الفكرتين، لا يجب أن نهمل إحدى الحقيقتين واحدة على حساب الأخرى. كثيرا ما نشدد على آلوهية يسوع، قلما نشدد على إنسانية يسوع، وهذا خطأ. يسوع كان إنسان مثلنا، إله وإنسان مثلنا. الكلمة صار بشرا وسكن بيننا. وقت أقول إنسان مثلنا وانتصر على التجربة والخطيئة والشر، زاول وحدة النجارة، كان نجار، حصل على كفاف يوم التعب في يوم، اختبر حياته الراحة والتعب، الفرح والحزن، الألم والعذاب، الخيانة، المرارة، كل شيء اختبر في حياته مثلنا. يسوع كان إنسان مثلنا بكل ما تحمل الكلمة بمعنى. عندما جرب بعد العماد لم يكن هناك مسرحية شخص، هاي المسرحية يسوع والشيطان. المكان هي بيداء صحراء قاحلة، وهناك سيناريو يتمحور حول كلام قد قيل سابقا في الكتب بالعهد القديم، يسوع يطبقه بهاي المسرحية حتى يثبت صحته للشيطان الرجيم. التجربة البرية بالفعل كان نزاع قوي ما بين يسوع والتجربة في ذلك الحين، ويحدث دائما إلى يومنا هذا، وسيستمر إلى الأبد هذا النزاع ما بين وبين التجارب، ما بين وبين التجربة. نزاع داخلي وصراع بين الإنسان والخطيئة يمر به كل في جسد ما دام في الجسد، فإما أن يستسلم الإنسان الخطيئة ويكون عبد لها، أو يطارع هذه التجربة وينتصر عليها، ينتصر على الرغبات الشريرة والغريزة اللي بعدنا عن الله، عن يسوع الأمرين حتى استطاع أن يقول من يحقق ما نرغب به
يسير في الأمر. لا يجب علينا أن نطلب منه آيات تناسبنا. هناك من يقول أنا إنسان بار ولم أقم بأي معصية. هؤلاء أشخاص يتهموني زورا. لماذا تقف صامتا يا الله؟ افعل شيء، اقتلهم، اخزيهم، اضربهم. لماذا لا تحمي الصديق؟ نقولها يوميا نحن في موصلنا. لا أريد هكذا إله، إما أن تقف معي أو أتركك. وهنا يأتي الجواب: لا تجرب الرب إلهك، لا تجرب الرب، لا تجرب الرب. في بلدنا، في موصلنا، بصراحة هناك ألم لكل من هو مسالم، لكل من هو مسكين من داخل المسيحيين، مسيحيين مسالمين. لا نؤذي أحد، لو كنا نؤذي الآخرين لخافوا منا ولم يفعلوا فينا شيئا. فلماذا لا يساعد الله ملك السلام، الإنسان الذي يعمل السلام؟ نحن نعمل السلام، لماذا لا يساعدنا الله؟ كيف يحب الله السلام؟ بالعنف؟ بالعنف سؤال. نحن نطلب من الله أن يستخدم العنف لكي يساعدنا. عند ذلك لن يكون هو ملك السلام، ولن نكون نحن من المسالمين، لأننا طلبنا العنف من الله. علينا أن نفكر في كل كلمة نقولها. الله حتى مع يسوع، مع ابنه، لم يفعل شيء، لم يؤذي الذين آذوه وتركهم يجلدوه، يسقطوه، يهينوه. حتى يسوع ماذا قال؟ نتذكر ما قال يسوع: أبدي أغفر لهم. هذا قول يسوع. لكن بعد أن مات، ماذا يقول الكتاب؟ أقامه ورفعه وأجلسه على اليمين. كلمات عميقة جدا، علينا أن نفكر فيها، نتأمل فيها دائما، لا نكون في تفكيرنا. لماذا أقامه ورفعه وأجلسه عن يمينه؟ لأن يسوع كان يفكر بنفس فكر الله، بنفس فكر الله، ولم يقل له: ساعدني واقضي عليهم، على هؤلاء المسيحيين واليهود. لكن لتكن مشيئتك. كلام عميق جدا جدا جدا، لتكن مشيئتك. هذا هو حالنا نحن الذين نؤمن بيسوع ونعمل الأعمال. مهم أن نعمل أعمال. وما هي أعماله؟ محبة، تضحية، صبر، عطاء، هذه أعمال يسوع. عند ذلك سيقيمنا ويرفعنا ويكسنا عن يمينه. هذه الحالة ما خاصة يسوع فقط، خاصة كل مسيحي، كل مسيحي منا. ما مسح عليه هو جزء يسير منه. سيرفعنا، سيقيمنا ويرفعنا. مرقس يقول: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننسحب، حائرون لكن لا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عن الله، لا يتخلى عن الله، نسقط في الصراع ولا نهم، نحمل في اجسادنا كل حين آلام موت المسيح لتظهر حياته في اجسادنا. وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت في كل لحظة من أجل المسيح، لكي ما يظهر مجد المسيح في أجسادنا، ويقيمنا ويرفعنا ويجلسنا عن يمينه. فبما أننا ورث المسيح، ورث المسيح، فطريقنا أيضا يمر بالصليب. فنحن لسنا أفضل من معلمنا وديانتنا ديانة الصليب. ديانتنا ديانة الصليب. هناك من لا يقبل هذه الحقيقة ويريد أن يعيش في الراحة، يعيش مرتاحا، يبحث عنها دائما، لكن الحقيقة هي الصليب. يسوع
كان تاجه اكليل شوكي وعرشه خشب الزمن. هذا السؤال المسيحي اللي يرفض هذه الفكرة، يرفض الصليب، خلي يعيد حساباته ويراجع نفسه ويتأمل مرة أخرى. يسوع قال للشيطان، يقول النص إذا تعرفوني أكيد تعرفون لازم تعرفوني، قال للشيطان وبعد سجد له الملائكة وجاء لتخدمه. نحن أيضا إن غلبنا الشيطان ستسجد لنا الملائكة، ليس تكبر، ستسجد لنا الملائكة وتأتي خدمتنا. يسوع كان في سن عظيم مثلنا، عليك أن تكون يريد الشيطان من يسوع أن يطلب من الله معجزة تفيد يسوع وحده. يسوع رفض. ألا يجربنا الشيطان نحن أيضا ويجعلنا نطلب من الله آيات لمصلحتنا؟ هناك من يقول أنا لا أجرب الله ولا أجرب الرب أبدا. أنا أقول أنا كل مرة نقول لله لماذا فعلت هذا وفعلت هذا فنحن نجربه. كل مرة نعيش حياة اللامبالاة، اللامبالاة والكسل، وكأن الله غير موجود فنحن نجرب. مرة نستخدم الصلاة من أجل منفعتنا ومصلحتنا فنحن نجرب الله. كل مرة نقول لله يا رب اتحقق الشيء اللي نريده أو لا نريدك فنحن نجرب الله. عندما لا نؤمن ولا نثق بمحبة الله وبكلمته وبما يقوله فنحن نجرب الله. كثيرا ما نقول أين الله؟ لماذا لا يعطينا معجزة من السماء لهؤلاء الذين يضايقوننا؟ الخارج كله يضايقنا، يكسر أنوفهم من لا يعرفون من هو، الذين يرتكبون الشر الشرير. أعود وأقول جرب يسوع، لكن يسوع لم ينطق آيات تفيد قلوبهم لكي ما يسكت هذا الشرير، لكنه كان يصبر ويتغذى من كلمة الله. فماذا ننتظر نحن من الله؟ الراحة، الهناء، السكينة، أم ننتظر كلمة الله التي هي في جوهرها حياة أبدية وملكوت سماوي؟ Thank you.
فيما يجربنا ابليس. حياتنا كلها بريه ويجرب كل يوم من قبل ابليس. لا يجب علينا ان نجعل من الشيطان شماعه نعلق عليها كل اخطائنا وفواتنا. نقول ماذا نعمل؟ ابليس الملعون هو من وسوس لنا، هو من امرانا فسقطنا في الخطيئه. الشيطان ليس شخص مادي نقاسمه افكارنا على مضاجعنا، نشاطره افكارنا ونتحاور معاه بهالافكار. صحيح ان هناك في العالم شر اكبر من ان يكون الانسان لوحده مسؤول عنه، لكن مع ذلك الانسان عنده حريه ومسؤوليه، يستطيع ان يعمل بها كل شيء، يستطيع ان ينقل الجبال بهالمسؤوليه والحريه، يستطيع ان يميز بين الخير والشر. الانسان على صوره الله ومثاله، ارجع واقول كلام عميق جدا، الانسان على صوره الله ومثاله. ابليس في الحقيقه هو ميولنا غرائزنا ونزواتنا اللي تفصلنا عن الله وتجعلنا نعيش الانانيه. ابليس هو العالم المحيط بينا، كل ما بينه ناس اشرار ومن تطور مضر ومن امور تبعدنا عن الله. هذا هو ابليس. لماذا نريد ان نتقرب من الله؟ لان الله هو مصدر الخير. عندما نتقرب من الخير نصير نحن ايضا اخيار. هذا هو الله. عندما احتك يسوع بالتجربه وجاءته لكي تتصارع معه مثلما نتصارع معنا نحن كل يوم، استطاع ان يثبت ويقول لا، ان يقول للشيطان لا ابتعد عني. ظل امينا لا يحيد في طريقه على الله، ويستل كلامه من الكتاب المقدس، ينهل كلامه من هذا الكتاب، كتاب الحياه. علينا ان ننتصر على الشر مثلما انتصر هو، وذلك بالثقه بالله. فليس الشر من الله، الله محبه. كيف من الممكن ان يكون هذا الشخص الذي هو محبه الله مره يصنع شر ومره يصنع خير؟ ما من الممكن. الله محبه ولا شيء سوى المحبه. الشر من عنده، هذا الشر من داخل. الشيطان هو في داخل كل انسان، هو في الافكار الشريره اللي تنبع من القلب. الانسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو سيء، والانسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصالحات. الافكار التي توسوس الانسان ليعمل كل ما هو ضد مشروع الله وليس تدبير الله، مشروع الله. مشروع ممكن ان يفشل وينجح، نحن ممكن ننجح مشروع الله ويفشل. ما هو مخطط الهي؟ مشروع إلهي. الشر يأتي من البشر السيئين. الويل لكم يا أيها الكتبة والفريسيون وعلماء الشريعة، هؤلاء من الشر. إذا أي نحذر دائما ونطبق كلام يسوع، اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. اسهروا وصلوا. في التجربة الثالثة يقول الشيطان أعطيك كل ممالك الأرض إن سجدت لي. فقال له يسوع للرب إلهك اسجد وإياه وحده تعبد. هذه التجربة الثانية. يتخلى الشيطان عن ناداة يسوع ضد الله كما في التجربتين السابقتين. في هذه التجربة يريد الشيطان من يسوع أن يكون سيد للعالم، لكن على شرط أن يجد أي أن يكون عبدا للخطيئة، عبدا للممتلكات والنزوات، يكون سيدا هذا العالم وهذه الأمور. يخسر ذلك البنوة الإلهية. هذه التجربة هي تجربة الصوفة، حتى
هاي الكسبة تلعب دور كبير في حياة كل إنسان. العبادة والسجود لابد أن تكون الله الواحد، الله اللي عندما نعبده بكل أمانة يجعل الإنسان حر، يحرك الإنسان ويعزله. أبو من يسأل ما فائدة هاي التجربة لنا نحن اليوم أهل التوحيد الذي نؤمن أنه الله هو واحد لا إله إلا الله، نؤمن بهذا الشيء ونسجد له، وهذا فقط الله هو اللي نعبده. المقصود هنا ما هو مذهب التوحيد النظري اللي يقول أن بالسماء إله واحد والشمس والقمر والنجوم، ما هي ما هذا المقصود؟ وما أكو من يعبد لحد الآن إله مردوخ أو ثان أو إيش، هذا الشيء ما موجود. لكن ألا يوجد اليوم بيننا من يعبدون خلائق كأنها آلهة؟ صدق تمثال سقط الصدق. المسيحيون الأولون طرحوا أمام الرسول لأنهم رفضوا أن يسجدوا لله الإمبراطور، طرحوا أمام الرسول وأوهموا. ها هم المسيحيون الأولون. ألا يوجد اليوم ناس يقدمون قرابين على مذابح وطن او حزب او ايديولوجيه معينه من اجل حس معين، حزب فلان حزب فلان اموت؟ هؤلاء يصيرون آلهة، يقدمون حتى ذبائح بشريه من اجل هذا الشيء. الا يجد ناس يعبدون السلطه، المال، الجنس، النجاح الاجتماعي؟ انا اعبد الانا الذي اعبد نفسي. هناك ناس من هو مستعد أن يؤذي حتى الأشخاص المقابلين له إذا كان هذا الشخص يأثر على نجاحه الاجتماعي، أعرفي أدوس عليه. الشعر من أجل منفعتنا نضع أيدينا بأيدي كائن من كان، حتى وإن كان هذا الكائن هو الشر، من أجل منفعتنا ومصالحنا. وما هي إلا حياة الإنسان إلا قطاع يغطى هاي الفكرة الضئيلة، نفصل كل شيء، نضع أيدينا بأيدي الشر، أيدي الشيطان من أجل المفاعل، وكأنه هاي الحياة هي الوحيدة، ولا يوجد حياة من وراء الحياة. لا يقدر أحد أن يعبد سيدين، الله يقول، يسوع يقول، لأنه سيحب واحد ويكره الآخر، أو لا يهتم بهذا الآخر نهائيا. بالآرامية المال يسمى مامونة، أي هاي كلمة تيجي من الأمان، أمان، المال يؤدي إلى الأمان، المال اللي يجعل الإنسان مسكن للقوة، هذا المال، يتكل عليه، الشيء الذي يعتبره موثوق قلبي، هذا الأمان، هذا المال. نستطيع القول أننا لا نسقط في التجربة الثالثة، هل نستطيع أن نقول هذا القول؟ العبادة الحقيقية الله يتحرك الإنسان من كل ما يتسلط على قلب هذا الشخص البشري. عبادة الله أعود وأقول يتحرك الإنسان، الأمور الأخرى تخليه معبد، عبد الخطيئة والشيطان. تجارب يسوع في البرية، تملك المجد الباطل، السلطة، هذه هي تجارب يسوع، تجاربنا اليوم. تجارب كل إنسان منذ بدء الخليقة وإلى اليوم وستستمر إلى لأنها تجارب نابعة من صميم الطبيعة البشرية، طبيعة البشرية. الإنسان أي إنسان كان يسعى إلى تحقيق كيانه الشخصي في جميع مرافق الحياة، وهذا حق له، لكن أن ما يطبق هذا الشيء تعقيد الله. الله الخالق المحب المعطي اللي كل ما إنسان اليوم، إنسان اليوم معرض للمجد الباطل وحب الظهور وحب السلطة تحقق له كل ما يتمنى، معرض أيضا لتجربة التملك المادي لضمان كل ما يحتاج إليه دون الانتباه إلى
لا تدخلنا في التجربة، هو ما نحتاج إليه اليوم. حاجة الإنسان المؤمن اللي يريد بكل جدية وروحية أن يقوي علاقته مع الله، لا تدخلنا في التجربة. على مثال يسوع الناصر، نحو حياة قداسة، إيمان، ثقة. نص التجارب، هذا النص اللي كان لابد من إقراره بصراحة. يسوع بالبداية يتعرض للصعوبات، برية، صوم، جوع، بعدين يجي الشيطان ينطيه إغراءات. يسوع مع الصعوبات ومع الإغراءات لم يتراجع، لأنه كان صاحب قضية. نركز على هذا الشيء، يسوع لا تراجع لا أمام الصعوبات ولا أمام الإغراءات، لأنه كان صاحب قضية يريد أن يحقق هذه القضية رغم كل شيء. طيلة بس سنوات قضية يسوع كان هو كان هي الشغل الشاغل الفكر بس سنوات، لا يهمه لا حر لا برد لا أناس، انتقل من مكان إلى مكان من أجل أن ينشر كلمة الله. لم يكن له مكان يسند إليه رأسه، رغم كل ذلك كان هناك الجلد والصلب والموت. هذه حياة يسوع. نقول الخطيئة هي إخطاء الهدف. يسوع لم يكن له خطيئة لأنه كان صاحب القضية وهدفه كان واضح معلوم. الخطيئة تكمن عندما يكون الإنسان بلا هدف بلا قضية. كل إنسان بلا قضية هو إنسان هامش لا يعلم ماذا يريد، وسوف يزيد عاجلا وآجلا إلى ما كان الذي له قضية يقول عنه، الذي ليس له قضية يقول عنه معقوص، كالنحاس الذي يظن والصلب الذي يرن. بأسرة أكبر فهم. أما من كان له قضية ويسعى دوما إلى تحقيقها وإكمالها من أجل خدمة وفائدة الآخرين، فالله سيقول له أنت oh.
Oh,
وتجور دينا بجهنم يا حنونا Well,
القبر يا Yeah.
الأشجار وفيها ربنا نزل علينا مراحمه للأبد آمين. فصل من سفر التكوين. ورجع روبين إلى الجب وإلى يوسف ليس في الجب فخزق ثيابه، ثم رجع إلى أخوته وقال: الصبي ليس في الجب وأنا، فإلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزى ولطخوا القميص بالدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فلما عرفه قال: قميص ابن هو. سبع رديء أكله قد اختلس يوسف افتراسا. وخزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرا. فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى وقال: إني أنزل عند ابني حزينا إلى الهاوية. وبكى عليه أبوه. عود الخمر يا عبدائك حين وديل أمر المصلين حرمين تقصرنا I'm
الشرير لأن لك الملك والقوة والاستحاء إلى أبد الآبدين آمين. إخوتي الأحباء، بكل احترام راح نتقدم إلى قبر المسيح حتى نتبرك بينه بكل هدوء وكل صلاة وكل خشوع، لا ننسى احنا بعدنا الكنيسة حتى نعز ونوقر هذا الجسد المقدس اللي صلب. بالنسبة لمواعيد القداديس حتى تكونون على بينينا، غدا يوم السبت راح يكون القداس احتفالي يترأس راعي الرشية في كنيسة البشارة الساعة 3:30 عصرا. يوم الأحد أول يوم العيد راح تكون القداديس في الكنائس كما يأتي، في كنيسة الطاهرة الساعة 7:30 صباحا صلاة الصبح، ثم القداس الاحتفالي قداس القيامة اللي راح يحتفل به أيضا سيدنا راعي الرشية يوم الأحد الساعة 8 صباحا. في كنيسة مردومة الساعة 7:30 صباحا أيضا يتخللوا قداس القيامة. في كنيسة البشارة الساعة 9 صباحا، وفي كنيسة عذراء فاطمة أول يوم العيد الساعة 8:30 صباحا. ثاني يوم العيد القداديس في كنيسة الطاهرة 7:30 أيضا صلاة الصبح، ثم الساعة 8 صباحا القداس الاحتفالي. في كنيسة مردومة الساعة 8:30 يوم الاثنين ثاني يوم العيد. في كنيسة البشارة راح يكون أيضا الساعة 9، وفي كنيسة عذراء فاطمة الساعة 8:30 أيضا صباحا. ما راح يكون لكم قداديس العصر كل أيام العيد. Thank you.